شعري انا كاين مواد طبيعيه وكاين دي برودوي اللي كنشريوهم كاملين من المحلات التجاريه. طبيعي كندير بزاف صراحه، كاين بزاف ديال الوصفات. المهم انا صراحه اكثر حاجه تعجبني هي الزيوت، كيعجبني نخلط الزيوت الخاصه بالشعر، كنديرهم دائما مثلا، ماشي دائما، فاش كتكون راشقه ليا كنديرهم قبل من نخليهم في شعري واحد ساعه ساعتين ثلاثه سوايع اربع سوايع، الزيوت ما كيضروش شحال ما بقاو ماشي مشكل. بشره عادي نورمال بصراحه، زيت ارغان نص يوم انا بزيت ارغان ما كاينش ما احسن.